من يدرس المحاماة لا يعرف طريق اليأس، ورغم الظروف الصعبة في بلدها سعت للوصول إلى منصة مبادرة مناظرة. من اليمن ولاء الكحلاني، تفضلي ولاء، إليك المنصة. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. نسيد بلادي الغالي والذي لم يبقى منه إلا أيدي ترفع للسماء، راجية من المولى النجاة والأمن والأمان. كلمات رددتها كثيراً حين أرغمت بالبقاء بعيدة عنه، عبارات تهافتت إلى ذهني حين استنكرني إخواني العرب وعلقت في دولة أخرى. كنت أود توجيه خطابي هذا إلى أب يحكمني، قائد يقودني، زعيم يزعمني، لكننا شعب مرؤوس دون رئيس، حكم علينا بالمعاناة دون أي محاكمة. ولكني سأتوجه بخطاب هذا إلى ذلك الحاكم الذي أجهله. هل آلمكم ويؤلمكم ما يحدث لنا؟ هل تشعرون بما وصلنا إليه؟ هل ستقدمون تعويضاً لكل ما حدث لنا؟ لكل الذين دفعوا ثمن أخطائكم وأخطاء سابقيكم في الحكم، أم هذا لا يعنيكم؟ حين تمرون بالشوارع القذرة وترون الفقراء والمساكين، حين تشاهدون المرضى أمام الصيدليات غير قادرين على شراء الأدوية، أيعنيكم الأمر أم لا؟ بالله عليكم، كم يشغل الحس الوطني من حيز في أعماقكم؟ أم أنكم تسعون فقط وراء مصالحكم الشخصية، وراء السلطة، وراء كسب مزيد من المال والحصانة السياسية، وغير هذا ليس مهم بالمرة. الحال الذي وصلنا إليه هو سبب الجهل، الجهل الذي أسسه لنا سابقيكم في الحكم، وأنتم حافظتم عليه بل وزدتموه سوء. إلى متى سنظل هكذا يا حكامنا؟ إلى متى سنظل هكذا يا حكامنا؟ أأمل بإجابة صادقة منكم، أأمل بإجابة مرضية لجميعنا، للأيتام، لأم الشهداء، لشعبنا ولدولة اليمن. ليس هذا كل ما أريد أن أقوله للحاكم، هنالك الكثير عن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، عن السعي نحو الأفضل وليس الأسوأ، عن التقدم، عن التعايش وفرض ثقافة احترام الآخر. ولكني أردت أن أختصر الموجع والأولوي. كانهم يقولون اليمن السعيد، هل اليمن سعيداً؟ هل سيزال اليمن سعيداً؟ أكثر عبارة تثير غضبي وحزني، تهيج مشاعري، هل اليمن سيظل سعيداً؟ وهذا قولي لمن في الحكم. إن شاء الله، إن شاء الله سيعود اليمن سعيداً يا ولاء، شكراً لك من اليمن.